أنا ما غنوليش ملكة. لا أماليا، مونتيمور غادي يكون عندها ملكة عظيمة مرة. خاصي وعفاك كنفضل. أماليا تخيلي شنو ممكن تكوني قادرة ديري للشعب. ولكن أنا ما واجداش باش نكون ملكة، وانت كتعرف هاد الشي. زعما تهضري لغات أخرين ولا تعلمي طريقة الماكلة أو العزف على شي آلة، هاد الحوايج ما كديرهمش ملكة. خليك على طبيعتك، صفات الملكة الناجحة هي تكون قريبة من الشعب ومحبوبة. مزيان، على كل حال أنا مصرة على القرار ديالي، وكنظن حتى ألفونسو ما عندوش غرض بهذا الشيء. كنعتذر جلالتك، دابا رجع فوق تاخر. لا، تقدري تفضلي. في الحقيقة بغيتك تعاونيني نطوي هاد المناد اللي عذبوني بزاف. هاد المنديل زوين بزاف. كنت كنقلب على المنادل وبصدفة لقيته بيناتهم. هاد المنديل كان بابا عاود لي باللي استعملاتو ماما ملي جاها الوجع ديال الولادة. كانت كتسناني. ماما جلالتك ماتت. ماتت بعد ما ولدتني. كنعتذر بزاف جلالتك. واخا كان عندي اب ظريف وحنين، كنت ديما كنتخيل كيفاش حياتي غادي تكون كون كانت ماما معايا. حتى انا ماما ماتت وهي كتولدني. انتي هنا، انا ما كنتش عارفه. بالنسبه ليا ماشي سهل نهضر في هذا الشيء. بالطبع، ولكن الانسان اللي دوز بحال هاد المأساة كيعرف شحال هاد الشيء صعيب. ولكن بصراحة كيفرحني يكون شي حد قريب مني كيفهم باش كنحس. تنقول هاد الشيء حيت ملي تتموت الأم حنا محتاجين يكون قلبنا قوي. الخوف اللي في قلبنا كيخلينا نحطو حاجز بيننا وبين الناس، وبسبب هادشي الناس كلهم كيشوفوا التصرفات ديالنا غلط وكياخدوا فكرة علينا باللي كنبغيو راسنا، وهادشي كيقلقني. عندك الحق، هادشي اللي وقع لي بالضبط جلالتك. بصراحة حسيت بهاد الانطباع هذا أكثر من مرة. ماشي كاع الناس اللي دايرين بيا كيفهموني. كنشكرك حيت هزيتي ليا الهم.